بالك من الكلام؟ خدت بالك من الأرقام؟ احنا بنتكلم نمرة واحد طبعا على أهم وأكبر وأغلى دوري في العالم. دي أرقام متعلقة بالأندية الإنجليزية في الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي. أندية كبيرة جدا، أندية زي المان سيتي، أندية زي مانشستر يونايتد، والقائمة اللي حضراتكم شفتوها. وده يمكن شوية يكون مرتبط بالسؤال اللي بيطرح النهاردة، أو في ناس كتير بتتكلم عن ما عندهاش أي وجه حق في إنها تتدخل في إنه الأهلي بيشتري بكام وبيبيع بكام، الأهلي بيصرف كام وبيكسب كام أو بيخسر بكام. يعني الأسئلة دي لو هتوجه توجه لأندية تانية كتير في مصر. ويكفي إن أنا أقول لك إنه الأهلي تقريبا في 2023 قد يكون رصيده من المكاسب المالية الناتجة عن إيه بقى؟ لا عن حقوق رعاية ولا حقوق بس ولا اشتراكات أعضاء ولا دعاية وإعلان، عن بس البطولات اللي توج بها النادي الأهلي في سنة 2023 تقارب تقريبا ما بين 15 و20 مليون دولار. ده رصيد النادي الأهلي من المكاسب المالية، ناهيك بقى عن المكاسب الفنية بتحقيق العلامة الكاملة، 5 ألقاب، 5 بطولات، علامة الكاملة للنادي الأهلي. الأسئلة اللي من النوع ده تتسأل في حتة تانية كتير، وتقول ايه المردود بتاع انفاق انديه كبيره قوي شعبيه كانت او جماهيريه او انديه كانت استثماريه، كان ايه مردود او حصيله الانفاق العظيم اللي تم انفاقه الموسم الحالي؟ السؤال ده لا يوجه للاهلي. خلوني ارحب بضيفنا الكابتن الكبير والنجم الكبير كابتن ماهر همام. بدايه طبعا ابارك له على البطوله 43، البطوله المفضله عند جماهير النادي الاهلي محليا، بطوله الدوري. مساء الخير كابتن ماهر. مساء النور يا احمد، والف الف مبروك. الحمد لله، طبعا مبروك على جماهير النادي الاهلي وادارته طبعا والمنظومه ككل، جهاز فني ولاعبين. البطوله 43 زي لما رجعنا كده الاجيال بتاعتنا جيل السبعينات، خلصنا الحمد لله البطوله قبل نهايه الموسم يمكن باربع خمس اسابيع. هاي. ودي سمة النادي الأهلي طول عمرنا. فالسنة دي بالذات يا أحمد فعلا سنة محتاجة تدرس من الجانب الإدارية وجانب الفنية والتكتيكية واختيارات اللاعبين واختيار المدرب الفني واستراتيجية اللعب. بصراحة سنة من السنوات العظيمة، يعني عايز أقول لك أن أنا كنت واحد بيشارك في 11 سنة مع النادي الأهلي، حصلت فيهم على يمكن 10 بطولات دوري عام ويمكن 6 كاس مصر. لكن السنه دي سنه، يعني انت ربع انجازات الاهلي في الدوري يا كابتن ماهر محققها الحمد لله 400. يعني انا من ضمن اللعيبه اللي شاركت بشكل كبير جدا في الدوري العام وكاس مصر وحصولي على البطولات مع النادي الاهلي وافريقيا كمان. يعني انا من ضمن برضك يمكن اللعيبه اللي لعبت فيها اكتر من 33 مباراه افريقيه في طبعا في التاريخ 11 سنه مع الفريق الاول. فعايز اقول لك ان السنه دي كمان يمكن سنه من سنوات اللي احمد فعلا تكتب في التاريخ. ايوه. وزي يمكن قبل الهوا قبل الخبر الجميل اللي انت كنت بتتكلم عليه، ان النادي الاهلي فعلا حقق السنه دي ارقام خياليه، مكاسب كبيره جدا من البطولات اللي حصلها. عايز اقول لك ان صاحب القرار بيرجع لصاحب القرار، للمؤسسه الكبيره اللي فيها مجلس اداره على اعلى مستوى بقياده الكابتن محمود الخطيب، والقرارات الاداريه اللي بتتاخد اللي بتساعد بشكل كبير جدا على هذه الاستراتيجيه وهذه النجاح. فبصراحه عايز اقول لك ان القرار اللي اتاخد بتاع راحه اللعيبه الموسم اللي فات، انا بسترجع كده مين صاحب القرار الجميل ده؟ هل الكابتن محمود الخطيب؟ خد بالك ده واحد من القرارات اللي اتهاجمت عليها اداره النادي الاهلي عموما، بصرف النظر عن مين كان صاحب القرار او صاحب الفكره يعني. لكن قوبل بهجوم برضه في التوقيت ده، زي ما قوبل قرار التعاقد مع مارسيل كولر بهجوم كبير جدا، زي ما تعرضت اداره الاهلي لانتقادات كثيره جدا في الميركاتو الصيفي والميركاتو الشتوي. ورغم كده احنا شايفين واحد من افضل مواسم النادي الاهلي، مش بس على فكره التتويج بالالقاب يا كابتن ماهر، يعني هي مش قصه بطولات والقاب بس، بقد ما في حاله شعور كبير عند يعني مش هقدر اتكلم باسم كل الجماهير، لكن عند اغلب الجماهير انه الاهلي رجع السنه دي بالشكل اللي احنا كنا مستنيينه. بالظبط. ألقاب وبطولات واداء وارقام ما اتحققتش اعتقد من سنين طويله. دي حقيقه يا احمد. عايز اقول لك ان القرار اللي طلع في وقته وتهاجم بهذا الشكل، النهارده نتاج هذا القرار الجميل العظيم، فده بيرجع لان فعلا قيادات النادي الاهلي ومؤسسه النادي الاهلي مؤسسه كبيره جدا
وزي ما قلنا في حته تاني يعني احنا مش هنتقارن بافريقيا بقى واسيا، احنا عايزين نخش في المقارنه بينه وبين الدول اللي هي المصنفه. عشان كده النادي الاهلي بيصارع مع ريال مدريد ومع بايرن ميونخ ومع الفرق اللي ليها باع كبير جدا في الكره الاوروبيه. لكن عايز اقول لك قرار راحه اللعيبه يعني كان قرار صراحه يعني حكيم، وقرار يعني مبني على نضج وخبرات انك انت تاخد القرار ده في التوقيت ده وتريح اللعيبه، عشان انت عارف ان في المستقبل هتجني ايه وهتشتغل على ايه وهتثمر بايه. فدي يعني ده قرار بصراحه يا احمد فرق معانا بشكل كبير جدا. كنت متوقع كابتن ماهر بمنتهى الصراحه يعني كنت متوقع النجاح الباهر لمستر مارسيل كولر من اول موسم ليه مع النادي الاهلي بالشكل اللي حصل دلوقتي؟ ما هو انت بتبني بقى النجاح ده يا احمد او التنبؤات ديت من خلال المواقف اللي بتحصل. ما احنا النهارده قعدنا ما قلناش ان الراجل عبقري وان الراجل عنده فكر وايه، لما بدا يعيش معانا ست سبع اشهر يعني احنا كان حكمنا على الراجل ان احنا اختياره من خلال السي في ومن خلال لجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب. وطبعا احنا قلنا المدرسه دي بالذات بيبقى عندها طموحات والراجل جاي عنده طموح و و و و فما كناش بنقدر نحكم على الراجل ونبدا نديله حقه الا لما نبدا نتعايش معاه. لكن الراجل من المدربين اللي فعلا يعني من خلال اول لقائنا معاه حسينا ان الراجل لا عنده حاجات جميله جدا وعنده دوافع كبيره جدا، وان الراجل ده جاي عايز يعمل تاريخ. وحتى يمكن هو قال انا عايز اعمل تاريخ مع النادي الاهلي، تاريخ من البطولات، تاريخ من الاداء، تاريخ من الاستراتيجيه، تاريخ من الشكل من الاداء. فبدأنا نحكم احنا كمان ما بنستعجلش في الحكم الا لما نشوف يا احمد. وانا ضد الاستعجال اللي هو ده عبقري ده خبيث ولسه في الاول، لا بالايجاب ولا بالسلب. لا بالظبط كده، سيب الراجل يشتغل بعد كده تجربه كامله عشان تقدر تقيمه. هو ده الحكم الحقيقي يعني. يعني ساعات بشوف أنا بشوف كمان انه اول موسم صعب انك تقيمه يا كابتن ماهر. يعني بشوف دايما اي مدير فني من حقه انه ياخد موسم واثنين ما دومت شفت فيه الامكانيات طبعا، وعمل معايا مشوار يسمح لي ان انا اراهن عليه تاني موسم. لانه دايما تاني موسم بالنسبه لاي مدير فني، وحضرتك طبعا اكتر حد ممكن تكلمنا على ده، تبقى الرؤيه اوضح، عشت واكتشفت شكل المنافسه، امكانيات النادي ايه، امكانيات اللعيبه اللي معايا ايه، احتياجاتي انا ممكن تكون في الموسم التاني مختلفه تماما عن اللعيبه اللي انا لعبت. فدايما تجربته في الموسم التاني بتبقى تجربه خلينا نقول مكتمله المعالم، اقدر ساعتها اقول ده مدرب عظيم او ده مدرب مش كويس. هو ده اللي حصل. احنا ما حكمناش على الراجل انه عظيم انه عبقري في خلال توليته للمهمه بتاعته. يعني في ناس في ماتش واحد ومدربين ده على طول ده في ماتش انا بشوف واحد. يعني يعني حتى في دورينا الجميل مسافه ما المدرب بيتولى بعد مباراه بيتحكم عليه انه هو هايل وانه عظيم وانه احسن المدربين. يا جماعه صبرا، يعني احنا بتملي مستعجلين القرار. لسه زي ما انت قلت موسم. انا عشان احكم على مدرب لازم يبقى فيه موسم كامل بالنسبه له. وبعدين عايز اقول لك ان الموسم الثاني زي ما انت ذكرت احمد كده مهم جدا، لكن هو الراجل من ذكائه هو بيحضر الموسم الثاني. هو ده بقى ده العبقريه بتاعت الراجل، ان هو بيبدا باحتياجاته للعيبه، الخريطه اللي هو وضعها بالنسبه للاستراتيجيه، احتياجاته للعيبه المؤثره في اماكن هو حاسس ان فيها عنده نقص. نتائجه الحمد لله 5 بطولات في 7-8 اشهر، ده بيديله ثقه اكتر. الراجل بقى فيه تحدي بالنسبه له، بتديله اصرار ان الموسم اللي جاي ان هو من بدايته باذن الله ان شاء الله برضك يبقى موجود على الساحه. ما خسرش ولا مباراه محليه، ما خسرش حاجه جميله. يعني المنافسه بينه وبين مانويل جوزيه ده احساسي كمان هيتفوق على مستر مانويل جوزيه، لانه لسه عنده 2 3 بطولات. يعني الموسم لسه ما خلصش بالنسبه له. صحيح. النهارده 5 بطولات دي حاجه كبيره وحاجه انجاز. وعايز اقول لك يا احمد انه يستاهل. هو الراجل اولا متواضع جدا، وراجل واقعي جدا، وراجل عملي جدا، وراجل حابب المؤسسه وحابب المكان، والعلاقه اللي بينه وبين مجلس اداره علاقه حميمه جدا. وعايز اقول لك بتهيألي كمان واللعيبه كابتن برافو عليك، واللعيبه كمان في احساس ان بقى في خلق كده منهم بشكل كبير. انا معاك في كذا حلقه يا احمد قلت لك بص لعيبه النادي الاهلي نازله التمرين وهي مبسوطه ازاي. بص لعيبه النادي الاهلي الابتسامه على وشها، الطمانينه من حاجتين. لعيبه النادي الاهلي مطمنه من المؤسسه، من البيت الكبير الدفء اللي هم عايشين فيه، والثقه اللي المجلس اداره موليها للولاد وحبه ليهم ومساندتهم بشكل كبير جدا في ظهر اللعيبه.
وفي نفس الوقت كمان هم اللعيبه حابه ومياله الراجل بشكل كبير. خليني اقف معاك في الحته دي لانها حته شويه مش مرتبطه بالملعب، مش مرتبطه بالتكتيك، ومش مرتبطه بالحاله البدنيه والحاله الفنيه، لانه انا بشوف انه عدد كبير جدا من لعيبه هي نجوم الفريق الموسم ده، لعيبه كانوا في اوقات كتير جدا مفاتيح فوز بالقاب وبطولات كتيره جدا، هي نفس اللعيبه دي اللي كان في حملات تشكيك في امكانياتها وفي قدراتها، وجت للاسف ده وضع ده شيء يعني الناس كلها كانت بتتعرض حتى من جمهور النادي الاهلي لانتقادات شديده وحملات هجوم شديده جدا. فكره انه الراجل يقدر يرجعهم الموسم ده عشان يظهروا بالحاله الفنيه اللي كانوا عليها، اعتقد دي برضو ناحيه سيكولوجيه او ناحيه نفسيه راجل ادى فيها مهمته بنجاح كبير جدا. ده اهم عامل يا احمد الراجل بيشتغل بيه، العامل النفسي. هو الراجل عارف المنتاليتي وعقليه لعيبه النادي الاهلي، وده خلوهم من خلال الجزئيه دي معاشرته ليهم فهمهم كويس قوي. الجانب النفسي بيشتغل عليه بشكل كبير، يعني انا اشتغلت مع المان 6 سنين، هولمان وتسوبل، عايز اقول لك هم عندهم طريقه التعامل النفسي مع لعيبه احترافيه بشكل كبير بصراحه. لعيبه بيبوظوا الدنيا و و و يروح واخده في الاوضه كده وقافل عليه، وبينه وبينه بتلاقي لعيب خارج مبتسم وسعيد. الراجل دخله في الحته دي، ممكن يكون نبذه، ممكن يكون زعله، ممكن يكون ضايقه، لكن في الاول والاخر ده اسلوب هو بيتعامل فيه من الجانب النفسي مع اللعيب، بينه وبين اللعيب، مش على الملأ، مش قدام اللعيب، مش قدام الجهاز. برضك احنا لعبتنا بتتاثر، حساسه جدا لما تبدا تخش فيه. وده اسلوب بس قديم بس جدا، بس لما بتملكه بيطلع احسن ما عنده جدا، ولما بتكسره طبعا ما ينفعش. الجيل ده بالذات يا احمد، الجيل ده جيل محتاج انك انت ترفع من روحه المعنويه. الجيل ده مظلوم يا كابتن ماهر؟ لا مظلوم؟ لا مش مظلوم، لا مش مظلوم، لانه هو بيعيش يعني في اجواء يعني احلى اجواء ممكن تشوفها في حياتك. تمام بس بس يعني رغم انه لما تيجي تشوف الارقام اللي حققها الجيل ده تحديدا وتحطها، يعني مش هقول في مقارنه، يعني عموما يعني لما تيجي تقيمها تلاقيها حاله استثنائيه ما حصلتش تقريبا في تاريخ الكره المصريه. ورغم كده يمكن هو يكون اكتر جيل اتحمل ظروف صعبه، واحد غياب جماهير في المدرجات، 2 سوشيال ميديا كلها كتاب ولجان الكترونيه ليها اهدافها، 3 ضغط جماهيري في اوقات كتيره جدا، دعوات للاعيبه انها تبقى تستحقش تيشيرت النادي الاهلي او انه ده يمشي، او في حاجات كتيره جدا، معايير تقييم ممكن تبقى الى حد ما غايبه او مختلفه، فناس بتحب وتقرا. الناس دي رغم كل الظروف والمعوقات دي قدروا يحققوا انجازات بجد تاريخيه، ومن الصعب جدا على اي جيل تاني يكررها. اتحملوا هم زي ما انت قلت كده احمد، هم فعلا قابلوا مواقف صعبه قوي، ضياع برضه بطولتين صعبه جدا على النادي الاهلي، اللعيبه اللي انت ذكرتها معظمهم نجوم ما كانوش في حالتهم الطبيعيه. الشناوي بالظبط، معلول، الشحات، محمد عبد المنعم، حمدي فتحي، السولية، ديانج، كهربا، ديانج، كل دول اتعرضوا يا عيني لضغط بشكل كبير. شريف جدا. طبعا شريف طاهر. لكن عايز اقول لك عبد القادر، انا يعني كل شويه افتكر حد، يعني كلهم اتعرضوا لضغوط كبيره جدا. واخفاقنا كان ليه اسباب، يعني لما نقعد نتكلم بقى بمنتهى الصراحه، اخفاقنا كان ليه اسباب، بقى لهم 3 سنين بيلعبوا يا جماعه، خدوا بالكم، بين اهلي ومنتخب ورايحين افريقيا ونازلين ما ريحوش. فانت النهارده ده اي اله في اي مصنع موجود ليها ساعات عمل وبعدين راحه ساعه وبعدين نبدا يعني. لكن تخيل انت بقى ده راجل يعني راجل بشر، فيعين الضغوطات اللي تحملوها بصراحه فوق هم، انا بحييهم خلال برنامجك طبعا. طب الجميل هل ده هل شايف انه بما انه الدوري حسم خلاص مبكرا، متبقي لسه 5 جولات، هل شايف انه الافضل لينا انه نعمل زي عملنا الموسم اللي فات واحنا متواجدين باللقب، ندي فرصه لراحه العناصر اللي بذلت مجهود كبير الموسم ده، ولا مع فكره السعي لتحقيق العلامه الكامله تحقق ارقام، يعني ارقام قياسيه تخش في الحسابات، انت عندك فرصتين او 3 تحقق ارقام قياسيه الموسم ده، ومنها تجهز العناصر ككل يعني لمشوار الكاس، شايف السيناريو الافضل ايه يا كابتن ماهر؟ اولا انا عايز احيي الراجل ان هو بعد فوزنا ببطوله الدوري، طبعا بنحيي جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي والجهاز الفني على بطوله الدوري، الراجل قفل الجزئيه دي، قال لك ما فيش احتفالات،
ما فيش انتصارات، ما فيش كلام سوشيال ميديا، انا في معسكر قافل على اللعيبه، عندي هدف تاني. أيوة. انت عارف مباراه الاهلي والزمالك بتبقى طبعا بطوله خاصه في حد ذاتها. في حد ذاتها يعني. أيوة. خلاص اجيلك دلوقتي في الاهلي والزمالك. والراجل بصراحه قفل على الفرقه في الوقت ده عشان مش عايز الفرحه بقى اللي يعني بطوله تأثر الدوري على مستوى التركيز طبعا. أيوة. تأثر بشكل كبير، اللعيبه برضك بشر بس يعني. انا بشوف انها يعني كنت بقول ده حتى قبل ماتش امبارح بتاع سيراميكا وبيراميدز، قلت انه يعني انك انت تخش المواجهه باعصاب الى حد ما بره حسابات النقطه، وانه محتاج الثلاثة بونت عشان تحسم يساعد اللعيبه اكتر، على ولا لعيبه الاهلي محتاجه دايما يبقى في دوافع جديه هو يعني. احنا عشنا طول حياتنا عشنا طول حياتنا في الدوافع دي. يعني احنا وجماهيرنا ومجلس ادارتنا واجهزتنا الفنيه، الدوافع عن النادي الاهلي ما بتخلص. الدوافع عن النادي الاهلي لحد اخر مباراه. النادي الاهلي بيحترم كل خصم في كل مباراه وبيديله حقه في الاحترام، وبعدين بيرد بقى في داخل الملعب 90 دقيقه. فالنهارده انت عندك مباراه قمه، مباراه بطوله في حد ذاتها. أيوه. الراجل يعني عايز ما فيش حاجه، مش عايز يزعل، مش عايز يبوظ الفرح، مش عايز يبوظ الفرح، مش عايز يعكر المزاج الاهلاوي الجميل ده، مش عايز كرسي في الكلوب يبوظ لنا الدنيا يعني. انت داخل فرح بقى منظم وبعدين جالك واحد راح ضارب مثلا كرسي في هيج الدنيا وبوظ الدنيا. فانا بصراحه يعني بحييه. شايفه ماتش صعب على كولر الماتش اللي جاي؟ ماتش تكتيكي هيبقى على اعلى مستوى. في مرحله انتقاليه لنادي الزمالك بصراحه من خلال الفتره الحاليه. رايك في اوسوريو مع, مع, مع الراجل بصراحه بيأدي برضك من ضمن الحاجات اللي محتاجه صبر. والناس صبرت وبدا هو كمان يشتغل. فالشغل بدا ثماره يعني يبقى باين ويوضح في 3-4 مباريات اللي فاتوا. ده برضك بيدي يعني خلي مستر كولر انه يبدا يعني يبدا يقرا الزمالك في الفتره الماضيه ويبدا يشتغل عليها. عشان احنا محتاجين المباراه دي تبقى مباراه تكتيكيه على زمالك. زمالك الخميس اللي جاي يعني من وجهه نظرك طبعا يختلف عن زمالك الدور الاول المباراه الاهلي كسبها 3-0، لان برضك هو عنده دوافع، اللعيبه عندها ثقه في المكاسب اللي حصلت في المباراه اللي فاتت. في تثبيت للتشكيل، في بعض الجمل التكتيكيه المقاولين وفيوتشر بتتكلم يعني كابتن مات. في بعض الجمل التكتيكيه بدات تبقى موجوده بالنسبه لنادي الزمالك. الدوافع فيوتشر، انا شفت فيوتشر يعني لغايه لما النتيجه كانت 2-2 او الشوط الاول، شفت الشوط الثاني بصراحه عرفت بعد كده ان الزمالك كسب، لكن شفت الشوط الاول شفت انه على عكس ماتش المقاولين لما اتقال على الابداع في الطريقه واللامركزيه والنتيجه السكور الكبير اللي اتعمل مع المقاولين شجع الناس على انها تروج للفكره دي انه في زمالك جديد. لكن انا شفت قمه المعاناه قدام فرقه بتلعب كره زي فيوتشر. وبالعكس على فكره لو فيوتشر كان يعني عنده الرغبه او الاصرار كان ممكن يخلص المباراه دي بسكور كبير جدا. بالظبط، لكن يا احمد كل مباراه وليها ظروف. ظروفها. وبعدين مباراه القمه بالذات تعتقد انه هيتقال له خلي بالك مباراه الاهلي غير، او انه مباراه الاهلي ما تحتملش النوع ده من المغامره وارجع لاسلوبك التقليدي، ولا الراجل هيبقى صاحب الكلمه الاولى والاخيره سيبوني العب زي ما انا عايز العب؟ هيبقى صاحب الكلمه الاولى والاخيره، لان هو واضح قوي ان هو عنده استراتيجيه وعنده حاجه عايز يحطها، بدات ملامحها تبدا تبان من خلال شكل واداء نادي الزمالك. القرار الاول هيبقى للراجل بشكل كبير، مفيش تدخلات من اللي حواليه الا بعض الحاجات الفنيه ممكن نقدر ناخد بالنا من الحته ديت، محتاجه توازن شويه، عايزين نلعب يبقى عندنا اسلوبين في اللعب. بندافع بشكل منظم وبنقدر نعتمد على الحاجات المرتده. طيب. يمكن يكون هو يتمسك برايه، لكن برضو من الوارد احنا بنتكلم على شخصيه مدير فني اجنبي مش مصري، يعني مش مدرك قوي لطبيعه الامور عندنا في مصر، لكن الراجل جاي يشتغل من نص موسم، فشايف انه الفريق اللي بينافسه او الفريق اللي خد حق، مش بينافسه هو كان بعيد عن المنافسه، الفريق اللي حقق لقب البطوله محليا توج بكاس سوبر على حساب نادي الزمالك، وتوج بكاس سوبر تاني على حساب بيراميدز، وبكاس مصر على حساب بيراميدز، وتوج بدوري ابطال افريقيا، بل انه شارك في بطوله كاس العالم وقدم عروض في منتهى القوه مع كبار العالم وقدر يكسب
اتنين منهم، وصحيح كان يمكن يكون افضل او ند بند في الماتشين التانيين لكنه ما حققش نتيجه. هل ده ممكن يفرض عليه انه يبقى بيأمن نفسه او انه يغير طريقته او انه فكره الاندفاع الهوي؟ الراجل في لقطات يا كابتن ماهر كان بيهاجم ب 10 لعيبه، يعني سايب نص الملعب بتاعه فاضي خالص. الجون بتاع احمد عاطف بتاع فيوتشر يعني كوره ممكن تتكرر في كل ماتش للزمالك اربع خمس مرات. فهل تتوقع ان هو يفكر يعمل حساب للاهلي ولا برضه هيواجه الاهلي بنفس الطريقه؟ لا هيعمل حساب، هيعمل حساب كبير للنادي الاهلي، لانه هو برضك عارف تاريخ النادي الاهلي وشاف النادي الاهلي وشاف امكانيات النادي الاهلي. فاكيد طبعا هو راجل محترف، راجل هو جاي في ظروف، ظروف صعبه بتمر على نادي الزمالك، لكن هو مش فارقه معاه، لان هو يقول لك انا اي حاجه بس بصمه هتبان هتتحسب لي. فالنهارده هو بيبدا يجني بعض الثقه من جماهير نادي الزمالك، من مسؤولين، من شكل التيم، من حتى ثقه اللعيبه بدات يعني يبقى في ثقه متبادله بينها وبينه. لكن هو طبعا اكيد مليون في الميه عارف قيمه النادي الاهلي وقوه النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده خطوطه مكتمله، النادي الاهلي عنده ثبات في التشكيل، النادي الاهلي بيحب يلعب المباريات دي، اللعيبه دي بتحب تلعب المباريات الكبيره بشكل طبعا طبعا. ثلاث نقاط مهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي، كله نفسه يظهر في ماتش الزمالك طبعا طبعا، من مباراه زي ما نقول يوم عيد طبعا طبعا. فهو بالنسبه له يا احمد تاكد ان هيبقى في استراتيجيه في ادائه مع النادي الاهلي، مش هيبقى فيها مغامره، ان هو برضك راجل شايف النادي الاهلي وهو عارف لما خطوطه هتتفتح مع النادي الاهلي اللي ممكن يحصل فيه. اوعى اكيد اتمنى طبعا اكيد طبعا طبعا اكيد هيبقى فيه حرص بشكل كبير جدا، وهو معهوش الكوره هيدافع في نص ملعبه بتقارب خطوطه بشكل كبير عشان عارف قيمه النادي الاهلي في خطوطه الثلاثه. صحيح. وعارف النادي الاهلي لما تبدا تفتح الجيم معاه صعب جدا انك انت تلحق ترد. النادي الاهلي عنده من السرعات وعنده من المهاره وعنده من التكتيك في ثلاث خطوطه يضره اي تيم. فطبعا هو اكيد مش هيلعب الجيم المفتوح، هو برضك عارف بيلعب مين وامكانيه النادي الاهلي عامله ازاي وخطوطه عامله ازاي واللعيبه المؤثره عامله ازاي والتكتيك اللي موجود فيه النادي الاهلي عامل ازاي. فلازم يبقى حريص اكيد مليون في الميه من غير ما حد يقول له. على كل إن ماتش السته احساسي يعني بتاع المقاولين رفع الحاله المعنويه، الريمونتادا مع فيوتشر رفعت الحاله المعنويه، فهم جايين يوم الخميس ومفترض ان الحاله المعنويه في اعلى مستوياتها. مظبوط. ومش فارقه معاه بقى يقول لك خلاص انا مش فارقه معايا، انا عايز اعمل مباراه قدام النادي الاهلي الناس تتكلم عليها وهكذا. انا خسران دوري وخسران كاس مش فارقه معايا. فالنهارده انا كمان بحترمه اكتر. يعني كولر هيحترم اكتر هذا الكلام. لسه هتكلم علينا انه كمان الراحه اللي اداها مستر كولر للعيبه. طب خلينا نروح للنادي الاهلي، نروح للجزيره ونروح لزميلنا كريم احمد. عوده الفريق النهارده مره ثانيه بيستأنف الجهاز الفني بقياده مستر كولر استعدادات النادي الاهلي لماتش الخميس اللي جاي. عندنا النهارده وبكره تدريبات واستعدادات ان شاء الله انتظارا بقى للموقعه او القمه يعني يوم الخميس اهلي وزمالك. نروح لزميلنا كريم احمد. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، كل التحيه ليك وكل التحيه لكابتننا الكبير الكابتن ماهر همام. يعني يومين راحه كريم وعوده النهارده للتدريبات، تطمنا على شكل الاستعدادات؟ تمرينه النهارده مستر كولر بيركز فيها على ايه بعد راحه 48 ساعه؟ واتكلمنا كمان على ملف المصابين اللي يعني انا قلت في اول حلقه طبعا انه السوليه ومتولي ممكن يكونوا بعيد شويه عن الصوره وبعاد عن اللحاق بمباراه الزمالك، بس لو عندك جديد يا ريت نعرفه منك. وتطمني على مشاركه ديانج كمان في تمرينة النهارده. يعني طبعا بالتاكيد في البدايه بنبارك لكل جمهور النادي الاهلي العظيم، مجلس اداره النادي الاهلي، لاعبين الجهاز الفني. الحقيقه موسم صعب وشاق جدا بكل ما فيه الحقيقه، تلاحم كبير للمباريات، لكن هي دي قيمه النادي الاهلي. الاستقرار كان مهم جدا، الاستقرار الاداري واحد من اهم الاشياء الحقيقه اللي بتنجح تيم زي النادي الاهلي، بجانب طبعا قيمه كولر وتركيزه والتزام اللاعبين ورغبتهم ان هم يرجعوا درع الدوري في مقر النادي الاهلي بالجزيره والمكان الطبيعي ليه. فعشان كده بنهني كل اللعيبه، لكن الفرحه زي ما بنقول زميلي احمد كابتن ماهر بالنسبه لنا وبالنسبه للجمهور بالنسبه للاعضاء، لكن بالنسبه للعيبه وبالنسبه للجهاز الفني ان شاء الله الفرحه تكون يوم الخميس. ده الحقيقه اللي احنا لامسينه، شايفين الرغبه مع لعيبه النادي الاهلي ان هي عايزه تكون يوم سعيد. التتويج لما بينتهي بانتصار وبفوز على المنافس زي ما بنقول نادي الزمالك بيكون قيمته كبيره جدا عند جمهور النادي الاهلي. عشان كده الحقيقه مستر كولر فارض يعني مرحله مهمه جدا من التركيز النهارده، اجتمع مع اللاعبين يعني لمده 45 دقيقه. ده كانت محاضره مهمه جدا، اكد على امور عديده، اكد على المرحله، على المباراه، على اهميه ان احنا نكون مركزين. النادي
الزمالك الطرف الاخر عنده دوافع وعنده رغبه. الراجل اتكلم في امور عديده جدا، لكن ان شاء الله باذن الله كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي، في جمهورنا اللي يكون متواجد ان شاء الله تكون احتفاليه، وان شاء الله باذن الله لعيبتنا تدي رساله مهمه جدا ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي كعادته على القمه، النادي الاهلي الحاصل على لقب 43 ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي. الملف الخاص بالمصابين يمكن مش هطول على اكد على كلامك، السوليه ومتولي الحقيقه يمكن خلاص زي ما احنا اتاكدنا من طبيب النادي الاهلي احمد وعبله يكونوا خارج القائمه وخارج المباراه، وده كان امر يمكن حبينا ان احنا ناكد عليه. يمكن الناس قالت ممكن السوليه يكون متواجد، لكن التاني الكبير جدا الحقيقه زي ما بنقول في كل مره من الجهاز الطبي، تعرف زميلي احمد العضله الخلفيه بتكون محتاجه التاهيل، بيكون محتاج يعني هدوء شويه ومحتاج وعي شويه ومحتاج ان انت تدفع باللاعب تدريجيا بالنسبه للتدريبات، وده امر مهم كمان بالنسبه للمباريات. على الجانب الاخر ايضا كمان متولي سبرين انكل والتواء كان قوي شويه بالنسبه للمتولي، متولي يمكن عنده باد لك في الاصابات، فعشان كده التاني بيكون اكبر شويه، حتى لو انت قادر ان انت ترجعه بمراحل متدرجه لا بتكون عندك تاني شويه، عشان كده هنفقدهم في المباراه القادمه. لكن زي ما بنقول يعني ثقتنا كبيره جدا في كل اللاعبين، النادي الاهلي يكون متواجد فول تيم. بعض الناس برده اتكلمت قالت ان يمكن مستر كولر يحاول ان هو ينفذ بعض الروتيشن او ان هو يغير في بعض العناصر، باكد لك على في التزام كبير جدا في هذه المباراه. مش معنى النادي الاهلي حصل على بطوله الدوري العام المباراه القادمه او المباراه القادمه تحديدا تكون بشكل متغير، لا في التزام وفي انضباط بشكل كبير جدا للاعبي النادي الاهلي، وده الامر الحقيقه اللي بنتمناه وبنامله. يوم الخميس يوم مهم جدا للاعبتنا، خلاص الدوري اتحسم، لكن الفرحه هتكون يوم الخميس باذن الله مع جمهور النادي الاهلي. انا شايف في لعيبه كريم تم تصعيدها، يعني بيتهيألي شفت من شويه اعتقد ده كان زعلوك مهاجم فريق شباب النادي الاهلي، عايز اعرف مين اللي في حد تاني تصعد معاه؟ لا يمكن هو الوحيد طبعا اللي متواجد، انت عارف لسه مرحله التصعيد بشكل كامل هتكون زي ما بقول لك بعد مباراه الزمالك، هنبدا نشوف عدد كبير من قطاع الناشئين بيشاركوا في التدريبات ومنهم ايضا كمان في المباريات، وده الحقيقه اللي مستر كولر كان بيتكلم عليه، قال ننهي الدوري، ننهي الدوري بشكل كبير جدا، نقدر ان احنا نصعد ونشوف يبقى عندنا متسع من الوقت ان احنا نقيم بشكل كبير جدا اللعيبه، وبجانب كمان ان عندنا لعيبه كتير ما خدتش فرصه في قائمه النادي الاهلي هنشوفها بمشيئه الله في المباريات القادمه. لكن زي ما بقول لك هو يمكن كلها طبعا وحدات تدريبيه عشان تكمل الوحدات التدريبيه بالنسبه للعدد الصغير اللي بيكون من قطاع الناشئين، لكن الشكل الكامل ان احنا ممكن نشوف 6 و7 و8 لعيبه من قطاع الناشئين هتكون عقب مباراه الزمالك اللي عليها الانظار كلها واللي عليها كلها طبعا ان شاء الله باذن الله الامال الكبيره جدا للعبتنا ومستر كولر. يا رب ان شاء الله باذن الله تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي اداء ونتيجه وفرحه منتظرينها ان شاء الله من لعبتنا مشيئه ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلي عزيز كريم احمد، دي كانت اخبار عوده الاهلي للتدريبات او استئناف للتدريبات مره اخرى بعد 48 ساعه راحه. نيجي للاهلي ومستر كولر ازاي بيفكر في اللقاء، وخصوصا هنتكلم طبعا عن احتراف حمدي فتحي، رحيل برونو سافيو، اصابه متولي والسوليه، وكلهم يعني او اغلبهم كانوا لعيبه مؤثرين مع الاهلي الموسم ده. هل شايف في خط نص النادي الاهلي تحديدا في ازمه او في مشكله قبل ماتش الخميس يا كابتن ماهر؟ لا لا زي ما قال كريم كده، الراجل طبعا الافراح هتبقى ان شاء الله بعد المباراه ان شاء الله. الراجل مستر كولر بحييه طبعا، اليومين دول مهمين جدا يا احمد في الاستشفاء، يعني برافو عليه طبعا اللي راحة. طبعا برافو عليه، يعني في فرق مع لعيبه جدا بشكل كبير يعني أي. ويرجعوا لك فريش ويفوقوا اللعيبه فطبعا ده من ضمن الاستراتيجيه او ضمن التخطيط اللي الراجل بيتبعه بشكل كبير جدا في استشفاء للعيبه او الفريق ككل. الحاجه الثانيه قدامه حل من اثنين، يغير الطريقه يعني الاقرب او الانسب من وجهه نظرك، يغير الطريقه ال 4-3-3 اللي متعود يلعب بيها، او يلعب ب 4-3-3 مع توظيف بقى اسماء بعينها في الطريقه دي. يعني انا بقول يمكن الطريقه هتبقى زي ما هي بس ممكن يبقى في عنصر في نص الملعب أي. يعني مثلا ممكن يبدا بقفشه، يعني مروان وديانج وقفشه قدامهم تمام. انت عارف برضك مباراه الاهلي والزمالك دي بتحتاجه بلاي ميكر موجود، يعني صانع العاب بيقدر يعني لا وقفش مع الزمالك الحقيقه متألق دايما يعني. فمن ضمن الحاجات اللي الراجل برضك اكيد بيفكر فيها هو ده، ممكن التغيير اللي يبقى موجود من خلال شكل التيم بالنسبه لطريقه اللعب او التشكيله. يعني مثلا لو قلنا الشناوي هيبقى محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر، معلول، ديانج، مروان، قفشه، وبعدين بيتس وكهربا و حسين الشحات. يعني ده الشكل اللي الراجل ممكن يبدا بيه من بدايه المباراه،
وتثبيت التشكيل زي ما قلنا مهم جدا وعنصر مهم الراجل بيشتغل عليه، وطريقه اللعب ما بيغيرهاش وممكن تتغير حسب بقى مجريات المباراه. بالنسبه للعناصر اللي ذكرتها يا احمد، طبعا احنا يعني حمدي فتحي بنتمنى له التوفيق. يعني حمدي فتحي بصراحه قضى مواسم مع النادي الاهلي، كان من افضل اللعيبه اللي موجوده في نص الملعب، وخرج من الاهلي مرفوع الراس، طبعا منتخب مصر وبعدين الاهلي ابدا ما بيقفش في مصلحه يعني ولاده، خصوصا ولاده اللي ادوله وانتموا ليه لو الاخر لحظه، كانوا حريصين هم شخصيا على ان خروجهم من النادي الاهلي يبقى بشكل بالزبط يليق بيهم ويليق باسم النادي الاهلي، معزز مكرم يعني. صحيح. فطبعا بنتمنى التوفيق، واهلا وسهلا بيه طبعا في اي وقت، ما اعتقدش ان الاهلي ابدا طبعا ابوابه ممكن خلاص يعتبر بيته كبير. الناس بتقارن، عارف يا كابتن ماهر الحاجات دي بتبقى فيها ليه ده سافر وليه ده احترف وليه ده مشي وليه ده ما مشي يعني، فبس بنقول انه سنه الحياه يعني. طيب طبعا طبعا سنه الحياه. سافيو يمكن يعني ما كانش موفق طبعا مع النادي الاهلي، وياما لعيبه على فكره، في لعيبه كتير جدا جدا ما حدش يختلف على الكواليتي بتاعها، مصريه بس قبل ما تكون محترفه، وممكن تيجي ولا توفق. ما في لعيب ما يتحملش الضغط الكبير جدا اللي بيتحط عليه انه يبقى مطالب بالفوز في كل مباراه وباللقب في كل بطوله، وانه يبقى 24 ساعه تحت 24 ساعه في ال 24 ساعه محطوط تحت ضغط جماهيري. خد بالك يا احمد، احنا بنقابل المواقف دي بالذات مع اللعيبه اللي هم المحترفين المغتربين اللي جايين من افريقيا او جايين من اوروبا. العادات والتقاليد، وبعدين الاسلوب، الشكل الاحترافي، الاجواء، الضغط، اللغه، كل الكلام ده ساعات بيأثر على اللعيب بالسلبي مش بالايجابي. لكن طبعا في لعيبه الحمد لله رجعت لمكانها الطبيعي، زي مثلا بيستاو من ضمن اللعيبه اللي الراجل راهن عليها بشكل كبير، عوده كهربا مره ثانيه، لعبد القادر، شريف، حسين الشحات المتالق بشكل كبير بصراحه، يعني كل اللعيبه القندوسي، الاختيارات اللي احنا خدناها في المراحل الشتويه او من بدايه الموسم، الاختيارات بتاعت خالد عبد الفتاح، القندوسي، ضو، مروان عطيه، بصراحه كلهم عناصر ما شاء الله، يعني قدروا انهم يكونوا عند حسن الظن من الراجل وموجودين بصفه اساسيه. بعد ماتش الزمالك انا ما اتهيليش ان هو الراجل ممكن يغامر في ماتش الزمالك بعناصر ما خدتش او ما كانتش اساسيه. بعد ماتش الزمالك متفق مع كريم فكره انه تبتدي تدخل عناصر من فريق الشباب، تبتدي تدي للعناصر اللي يمكن ما كانتش بتشارك بشكل اساسي، ولا الكلام ده برده يكون بدري لانه الماتشات اللي جايه برده مش سهله يعني، او يعني استثني حرس الحدود نوعا ما، لانه حرس الحدود السنه دي مش هو حرس الحدود اللي بنشوفه كل موسم، لكن المقاولين بيراميدز المصري هل تجازف في ماتشات من النوع ده، ماتشات جماهيريه ما لهاش علاقه بالبطوله ولا باللقب، لكن ماتشات جمهور الاهلي عايز يكسبها، يعني ما يقبلش انه يخسر الماتشات دي، هل تجازف فيها بالاوراق الجديده دي ولا تعتمد على التشكيل الاساسي؟ هو الراجل ذكي جدا، عنده استراتيجيه طويله المدى مش قصيره المدى، الراجل باصص لقدام، الحاجات دي كلها يا احمد الراجل مخطط مخطط ليها وعامل حسابه. في بعض المؤتمرات اتكلم وقال قال في لعيبه هتلعب المباراه اللي جايه ان شاء الله بعد مباراه الزمالك، ويمكن ذكر بالاسماء يعني كل اللعيبه اللي مشاركتش، وعلى رأسهم مثلا علي لطفي، مصطفى شوبير، القندوسي، الضو، يعني بعض اللعيبه الناشئين اللي ما خدوش، طاهر، محمد طاهر، هو عايز صحيح يحط اللعيبه ديت عشان في الاخر يبقى في تقرير فني للجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب، لما نقول ده اعاره يبقى صح اعاره، ده بيع يبقى ده بيع، ده مش موجود يبقى ده مش موجود، ده موجود يبقى ده موجود. صحيح. هاخد معاك سريعا جدا كابتن ماهر نظره على جدول ترتيب الدوري، سواء في مقدمه الجدول او في قاع الجدول، وتقول لي رايك ايه في شكل او قرايتك ايه للارقام دي وتاثيرها على او توقعاتك على شكل المنافسه في المواسم اللي جايه، لانه الجدول بيقول ان الخريطه الى حد كبير جدا اتغيرت. في مقدمة الجدول الترتيب، الأهلي طبعا في المركز الأول، حسم البطولة قبل خمس أسابيع، قبل خمس لقاءات برصيد 75 نقطة، المنافسة تكاد تكون شبه معدومة، سواء كان بيراميدز في المركز الثاني مركز الوصيف، أو الزمالك 59 أو فيوتشر 58، فوارق كبيرة جدا بين الأهلي وبين أقرب منافسيه، هل تتوقع يكون ليها تأثير أو انعكاس على شكل المنافسة في المواسم اللي جاية ولا موسم وانتهى؟
لا اكيد موسم منتهى وهتبدا الانديه بقى تبدا تغير من استراتيجيتها. يعني السنه الجايه يعني شايف انه انا شايف ان المنافسه السنه الجايه لا هتبقى يعني اقوى من كده شويه. والرباعي هيستمر ولا هيستمر الرباعي توقعاتك المنافسه توقعش ان فريق مثلا زي زاد يطلع يعمل مفاجاه؟ لا لسه لان زاد وافد جديد يعني طرق اللعب بالنسبه له والاستراتيجيه فيوتشر بقى وافد قديم فيوتشر يمكن النهارده الموسم الرابع بالنسبه له او الثالث فاكيد خد خبرات الدوري الممتاز. زد هيحتاج خبرات للدوري الممتاز، هيحتاج تطعيم لبعض اللعيبه المؤثرين في الدوري الممتاز، هيكافح بشكل كبير. زد لو هيبقى موجود مثلا في يعني وسط الجدول ده هيبقى انجاز بالنسبه له. في استراتيجيه لكل فرقه من الفرق الصعبه، رقم واحد يعني عايزه تقف عايزه تقعد وبعد كده نبدا من خلال المكانه دي نقدر ننقل المكانه اللي بعديها بالظبط وهكذا. في حد او في فريق تعتبره مفاجاه في الموسم الحالي؟ لا انا شايف يعني الـ ولا 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 الترتيب منطقي بالنسبه لك؟ هي المفاجاه بس المفاجاه في الترتيب ان الزمالك مش موجود في الزمالك موجود في المركز الثاني يعني هو اعتقد ان الزمالك اكتر فريق في مصر فاز بوصافه مفيش فريق يعني هي السنه دي يمكن اللي كانت مشكله بالنسبه للزمالك. طيب طبعا في انديه جماهيريه كانت بتعاني لغايه يمكن الموسم ال او الاسبوع الاخير على طول، طبعا استمرت معاناه غزل المحله اسوان. الاسماعيلي بفوزه على الداخليه صدر مشاكل الداخليه والى حد ما دخل منطقه الامان. تتوقع لو نزلنا بقى القاع الجدول او الترتيب الفرق اللي فيه اخر الجدول، عندنا البنك الاهلي وسموحه اعتقد الى حد ما برضو خرجوا من المعادله، اسوان غزل المحله الداخليه، والحقيقه ان هم هيلعبوا بعض. اعتقد انه أسوان هيلعب الداخلية وغزل المحلة هيلعب حرس الحدود. حرس الحدود ودع، منتظر مين يا كابتن ماهر من الثلاث فرق أسوان وغزل المحلة والداخلية؟ مين عنده فرص أكبر للبقاء من وجهة نظرك؟ هو احنا طبعا بنبارك للإسماعيلي يعني عشان الإسماعيلي من الفرق اللي احنا بنحبها ومن الفرق اللي بعدت خالص عن المنافسة بشكل كبير. يعني الإسماعيلي طول عمره هو صاحب المركز الثالث وساعات المركز الاول وساعات عنده بطوله من بطوله الدوري. الحمد لله انه ما نزلش. الحمد لله طبعا ما نزلش والاسماعيلي بعد. نتمنى ان شاء الله الاسماعيلي نشوفه في المنافسه السنه الجايه بشكل كبير. طبعا بنبارك بالبنك الاهلي. السيناريو ده بقاله كام سنه بيتكرر يا كابتن؟ دي من السنه الخامسه اهو. كل سنه يبقى في احتفالات ببقاء الاسماعيلي. طبعا ما ينفعش كده يعني النادي الاسماعيلي مش قيمته انه يحتفل ان هو ما نزلش، لا احنا عايزين النادي الاسماعيلي يحتفل بالمربع، يحتفل ببطولة الدوري. انت بقى متوقع ان ده يحصل السنة الجاية؟ نتمنى. لكن تتوقع مع حمزة الجمل؟ تتوقع يعني انا شايف مع حمزة الجمل لو دولوا بس صبروا على حمزة ممكن يصبروا عليه الموسم اللي فات. كان سبحان الله يعني. طيب الأقرب منهم مين؟ أسوان ولا الغزل ولا هم الدخلية؟ يعني أسوان والمحلة يعني عارف من الأندية الشعبية اللي احنا بنحبهم يعني بصراحة فيعني هيبقى صعبان علينا بصراحه الفرقتين الجمال دول ان هم حد فيهم يمكن المحله كان متصدر سبحان الله. واسوان واسوان في الدور الاولاني يعني اسوان كمان من ضمن الحاجات اللي عملها انه عمل مباراه مع نادي الزمالك وكسب نادي الزمالك في الدور الاولاني سبحان الله والنتائج كانت ماشيه. لكن عايز اقول لك احمد مشكله الانديه دي الجانب المادي. هما الاثنين كسبوا الزمالك على فكره سبحان الله، ومن بعد مكسب الزمالك الدنيا على كيرف نزلت شويه فقعات كتير جدا. المكاسب دي بتتغير من ثقافة اللاعب او من توقعات. أكيد. مبروك مره ثانيه بطوله الدوري يا كابتن ماهر، وما زالت الاحتفالات منتظره ومستمره مع الاهلي. الخميس الجاي ان شاء الله نحتفل بفوز على نادي الزمالك، وتاكيد الحقيقه السعي الاهلي نحو تحقيق رقم قياسي. احنا بنحاول نخلق دوافع بس بالارقام القياسيه، اما المنافسه فتكاد تكون شبه معدومه. مبروك للاهلاويه، مبروك لكابتن ماهر همام، وان شاء الله باذن الله الموسم لم ينتهي بعد وما زال هناك فرصة في مزيد من الألقاب والبطولات. أشكركم على المتابعة وتحياتي لكم.